علماء البرازيل أسماك القرش تتعاطى الكوكايين. أكدوا بعد البحث العميق أن أسماك القرش تتعاطى الكوكايين، ممكن أن يكون بسبب تسريب مياه الصرف الصحي، أو أن بعض الأسماك هاجمت حزم الكوكايين التي فقدها المهربون في سواحل البرازيل، وهي إحدى أكبر أسواق المخدرات في العالم. وذكرت مجموعة من العلماء أن وجود كمية من الكوكايين يعادل تركيزها 100 مرة أكثر في أجسام أسماك القرش، قد يؤدي إلى سلوك مفرط النشاط وغير منتظم، إذ هناك حاجة إلى المزيد من البحث في تأثيرات المخدرات على أسماك القروش. وفق صحيفة دايلي ميرور البريطانية، وتحدث الباحثون أيضا أن الحياة البحرية قد تتأثر بالمخدرات اللي يلقيها المهربون في المياه، حيث تم العثور على أطنان من الكوكايين في فلوريدا وأمريكا أيضا الجنوبية والوسطى، محذرين من أن الكوكايين قد يؤثر على الأسماك القرش ويغير من سلوكها. وأجرى العلماء اختبارات على 13 سمكة قرش برازيلية حادة الأنف اصطادها صيادون محليون في المياه الساحلية حول ريو دي جانيرو، وأوجدوا أن جميع العينات تحتوي على مستويات عالية من الكوكايين في أجسامها. وذكرت الدراسة التي نشرت في دورية ساينس أوف ذا توتلز أن أسماك قرش الكوكايين ربما أصبحت أكثر عدوانية نتيجة لاستهلاكها للمخدرات المسببة للإدمان، وأيضا أصبحت أعمارها أقل مقارنة بما سبق. وأوضح الدكتور أنريكو ساجيور عالم السموم البيئية من معهد أوزلدو كروز أن الكوكايين يستهدف المخ، وقد لوحظ سلوك مفرط النشاط وغير منتظم لدى أسماك القرش وأيضا لدى جميع الأسماك الصغيرة، إنه احتمال وارد بسبب تعاطيهم كمية هائلة من الكوكايين. وهناك حاجة إلى المزيد من الدراسات العميقة لمعرفة الخطر الناجم والذي سيصاحبها على البيئة والاختلال في النظام البيئي.